حاطين، ولكن هادي منون وكرة رأسية والهدف الأول. إذن والهدف الأول من ركلة ركلية ثانية كانت لفريق الوحدة. محمد حمدكو حاول بالركلة الركنية الأولى، ولكن الحارس هادي منون كان موجود، ولكن في الدقيقة السابعة كان الهدف يأتي. ونشاهد في الإعادة البطيئة من محمد حمدكو برأسه، ولكن هنا الكرة كانت من عبد القادر دكي الذي تابع فريقه وسنده في الحالة الهجومية لتعود الكرة إلى محمد حمدكو ليودع الكرة في مرمى حطين، والهدف الأول في الدقيقة السابعة. الركلة الركنية من الناحية اليمنى، أسامة أوماري، الله على هذه الكرة الرائعة والجميلة. الركلة الركنية من الناحية اليمنى مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، والدخول للاعب رسلان الكردي الذي أصيب، ولكن في الدقيقة 11 يسجل رسلان الكردي برأسه الهدف الثاني لفريق الوحدة. هل سنشاهد أهدافا كثيرة في هذه المباراة؟ نلعب في الدقيقة 11، النتيجة هدفين لفريق الوحدة لا شيء لفريق حطين. أكبر لهذه الملاعب أو لهذه المراحل القادمة، وهنا كرة لفريق حطين، وفي الدقيقة الأولى تقليص الفارق لصالح فريق حطين. نتابع هذه الكرة الرائعة والجميلة والمحولة من ركلة حرة مباشرة إلى منطقة الجزاء، وتقدم للحارس طه موسى، لكن محمد مكيس برأسه رأسية خلفية إلى مرمى فريق الوحدة. نتابع بالإعادة البطيئة وتسجيل الهدف الأول لفريق حطين في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني. الوحدة يحول كرة أوفر إلى داخل منطقة الجزاء، الهدف الثالث محمد حمدكو في الدقيقة السابعة. محمد حمدكو في بداية الدقيقة السابعة يحرز الهدف الثالث لفريق الوحدة من كرة محولة أوفر إلى داخل منطقة الجزاء. أسامة أوماري وبالمقاس على رأس محمد حمدكو يودع الكرة عن يمين حارس مرمى فريق حطين هادي منون، محرزا الهدف الثالث لفريق الوحدة في الدقيقة السابعة. إذا كما ذكرنا مشاهدينا الكرام